مساء الخير، حلقة جديدة من مرايا. أميرة من لبنان، أنيقة، هادئة، مثقفة، تواكب العصر ولا تخفي الحنين إلى جذور. معي الأمير فيصل، مشت الطريق والطريق طويل عريض، حاولت اختصار المسافة لعلها تصل باكرا، فحلمها جواد أصيل. ولأنها جزء من عائلة لها تاريخ عمره 1000 عام، أضاءت القناديل القديمة المطفأة على جانبي الطريق الذي رسمته، فجمعت قيم الماضي العريق إلى متطلبات المجتمع الحديث، وأحدثت ما يشبه الانقلاب في المجتمع الدرزي. تعرف مجتمعها وتعرف ما تعطيه، لا تقول غير ما تعتقد. لها علاقة خاصة بالناس وبالأشياء. الناس عندها ليسوا أرقاما أو معادلات، إنما مجموعات تتكلم، تتألم، تطالب وتثور. الناس يولدون أحرارا وقد يموتون أحرارا، لكن الذين يعيشون أحرارا هم بنات المجتمع وصانعو التاريخ. قبلت أشياء ورفضت أشياء، كانت السباقة دائما إلى الانفتاح على المجتمعات الأخرى. ترافقها جرأة لا بد منها، فنالت أعجاب الجميع وحازت على محبة خاصة من الأمير مجيد. تحب من دون حدود وتعطي من غير تردد. حياة أرسلين تلون محيطها بالفرح كأنها قوس قزح، كلها حوار، كلها شوق وحنين، وكلها طوق إلى أن يعود لبنان منارة للشرق كما كان. حياة أرسلين، أهلا وسهلا فيك وبرنامجنا بمرايا، ضيفة عزيزة على قلبنا. قبل ما نبتدي مجموعة أسئلتنا اللي هي عديدة ومتنوعة الليلة، بحب أطرح عليك هالسؤال، هل عندك موضوع معين بتحبي نبتدي فيه؟ أول شيء بشكرك على الترحيب وبشكرك على هالمقدمة اللي كتير حلوة، وبتفاجأ وقت اللي بينحكى عني هيك، ما عندي هالشعور أبدا. أنا عندي الشعور أنه وقت اللي بكون عم بعطي ما عم بعمل شيء إلا ما عم بظهر يلي عندي من الداخل، وما بحس أنه في لزوم ربح جميلة للناس. هيدا واجباتنا، وكل إنسان قادر يعطي، بتمنى أنه يعطي من كل قلبه. مجتمعنا عايز ووطننا عايز، والظروف اللي مرق فيها بتعوز أكثر وأكثر من تضحية وعطاء وجهد. فأنا ممنون المقدمة، ويمكن كتير شوي نحن هالأشياء كلها لمسناها فيك ومنحسها معك أنت، وحاولنا نترجم هالأشياء اللي منحسها معك، لأن أشياء أكيد نبيل وصدى. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. رح نرجع شوي لورا، شو كان شعور حياة الوهاب للمرة الأولى لدى دخول البيت الأرسلاني؟ الأكيد أنه كنت فايتة على مجتمع مختلف تماما، من عائلة محافظة لا تتعاطى السياسة، مع أنه إلى جذور بالمقاومة العربية كتير كبيرة، ابتداء من ثورة الشريف حسين ولآخر يوم بالنضال من أجل القضية الفلسطينية. إنما كان الجو الاجتماعي يختلف تماما عن الجو الاجتماعي اللي عشت فيه ببيتنا. الأكيد أنه كان مسيطر علي فوق كل هالفروقات هاي المحبة والاندفاع لبيت الأمير مجيد قبل مسير على علاقة زواج بفيصل، لأنه نحن من يوم ما ابتدوا بيت أرسلين ونحن وياهم على خط واحد، ومنشعر باللي بيشعروا فيه، توجهاتنا ذاتها، ومخطط المستقبل عندهم كان كتير مرات يتنفذ عبرنا، لذلك كنت حاسة حالي محلي. كان في علاقة تربط أمير مجيد بالوالد، هل كان في علاقة مسبقة أيضا بينك وبين الأمير فيصل؟ لا ابدا ابدا، كان التعارف عبر خيي الثاني رياض وهاب، واجت هيك فجأة بس كملت بدون مفاجآت. هل شعرتي انه أمير مجيد كان يميز بين ولاده؟ مش التمييز الابوي، كان اب للجميع، انما كان يتطلع بفيصل بامل انه يكمل المسيرة من بعده، على اساس انه توفيق ما كان عنده استعدادات للسياسة. فيصل كان مستعد وكان عم بيمارس السياسة عن أيام بيو، وطلال كان بعده عمره ما بيسمح له أنه بيو يفتكر فيه للمستقبل، لذلك كان فيصل عليه الاتكال أكثر من البقية. وبس بالنهاية أنه المهم أنه البيت عم بيكفي. بعدين المعادلة انقلبت كلياتها. قال أنا أحكي عن الموضوع لاحقا. ست حياة، كيف كانت علاقتك بالمير مجيد؟ كيف تصفيها؟ المير مجيد كعمي أب زوجي كان له احترام كتير كتير كبير عنا.
كان المير مجيد عنده طريقة بالتعاطي ما بيخرج فيها عن الحدود يلي هو بيرسمها، يعني الاحترام بيسيطر، المحبة موجودة باستمرار، السياسة لا نقاش فيها خط واحد، والحمد لله أنه ما كان في لزوم للنقاش لأنه كلنا كنا بنفس التوجه بنفس القناعات، ما كان يعوز أنه يقنع حدا أساساً هو مش من النساء يلي بيقنع، كان إنما خطه كان مقنع تلقائياً. المير مجيد من الشخصيات يلي كلنا اليوم يعني منستفقدها، منشوف فيه صدقه ووطنيته، ارتباطه ببلده، هالقيم الأخلاقية الكبيرة يلي كانت تميز شخصيته. إن شاء الله إن شاء الله أنه نرجع نلتزم فيها بلبنان إن شاء الله إن شاء الله. كل عائلة عندها تقاليد وعندها عادات. حياة الأرسلان وتدخلت البيت الأرسلاني، شو هي التقاليد اللي أزعجتها والتقاليد اللي أراحتها؟ تقاليد مزعجة، ما بقولك إنه كان في تقاليد مزعجة، كان في تقاليد جديدة علي، يعني الاختلاط الكتير مع الناس هيدا ما كنت متعودة عليه، إنما أوام انسجمت بالجو. التقاليد يلي أراحتني هي إنه البيت المفتوح باستمرار 24 ساعة، استعدادات الخدمة كل وقت، تقبل الناس كما هي، يعني ما حدا كان بده انه يغير شخصية الشخص اللي فايت لعنده او يغير التركيب الاجتماعي يلي هالعائلة موجودة على رأسها. فشغلة كانت كتير مهمة انه قبول الانسان كما هو. هل تأقلمتي سريعا بنمط حياة الإمارة الإسلامية؟ وهل سلبتك أو سرقت منك بعض الزوايا أو بعض من عادات أو جزء من شخصيتك؟ تأقلمت، أكيد تأقلمت بسرعة، فهمت الجو كتير بسرعة، ومثل ما قلت لأنه نحن بالنهاية مجتمع عشائري، يعني نفهم بعضنا أنه ممكن تكون التغييرات بسيطة، مش جذرية مش كبيرة، يعني ما نقلت من مجتمع عربي إلى مجتمع أوروبي، بعدنا بنفس المجتمع إنما مع تغييرات بسيطة. الأكيد إنه سرقت خصوصية مني، إنه شيء اسمه حياة شخصية حياة خاصة، هيدا كان صعب كان صعب، كان يعني بيصير اللي بيتعاطى الشأن العام بلبنان بيصير ملك المجتمع وملك الناس وما بيعود ملك نفسه، بس ما أزعجتني. طيب حضرتك شو غيرتي؟ أكيد ما بدي أقول أنه أنا عملت ثورة مثل ما وصفتني، لا، بس انقلاب انقلاب بس أكيد غيرت كتير. يعني مثلا كان ما في تخالط للسيدات بالعائلة الأرسلانية بالعالم، يعني مثلا تعزية مش واردة، تهنية مش واردة، وهودي على رغم أنه شغلات بسيطة إنما لهم مدلول كتير كبير، يعني وقت اللي الواحد بيروح يعزي ويهني يعني عم بيشارك صاحب المناسبة فيها، يعني هيدي شغلات ما كانت تصير لأن المرأة كان لها موقع كتير خاص عند العائلة الأرسلانية، وهالشي هيدا حاطت حواليها مثل بدي أقول لك أنه كأنه سور، يعني تستقبل ممكن، مع العلم أنه كمان كانت الاستقبالات مقتصرة على الرجال، والسيدات لما يستقبلوا عند بيت أرسلان بيكون كتير بشكل بدي اقول لك انه رمزي، غير انه رمزي كمان بشكل خاص جدا، انه بيستقبلوا بشكل خاص جدا. انا لا، استقبلت تماما تماما مثل ما كان يستقبل فيصل وقت اللي كان روح على شغله مش موجود، كنت انا اخذ المهمات تماما كانه فيصل موجود. وقت اللي كنت اختلط بالناس اختلط معهم على مستواهم، يعني انا وياهم واحد، ما كنت ميز نفسي عنهم. المناسبه اللي تبكيهم تبكيني، المناسبه اللي تفرحهم تفرحني، كوني انا منهم. الأميرة خولة أرسلان كيف استقبلت حياة الوهاب؟ خولة بطبيعتها لطيفة وقريبة من القلب، وبطبيعتها كلها استقبلتني. الأكيد أنه أنا ما كنت كتير أخذي مجالي بالأول، رقبت كتير، رقبتها، تعلمت منها، شفت كيف هو الجو اللي لازم أنا أنخرط فيه، وبناء عليه مش الحال. يعني أنت رقبتيها، بفهم من كلامك. طيب هي هل ساعدتك؟ هل نصحتك؟ هل كانت حدك؟ بطريقة غير مباشرة، بعدين بتصور أنه لقيتني قد الحملة، ما عازت كتير أنها توجهني. كيف توصفي اليوم علاقتكم ببعض؟ عائلية مقبولة. هل بتشوفوا بعض من وقت لتاني بتجتمعوا؟ بالمناسبات العائلية، بالمناسبات العائلية، لا، من ناحية التنسيق ما في تنسيق مع بعض، وأكيد هيدا ثغرة، إنما هيدا الواقع. هل ترك المير مجيد وصية لأولاده طلعت عليها أنت؟
من أي ناحية؟ يعني مش وصية، مش إرث أو الورثة. كان بحب أنه طلال يعمل هيك، فيصل يعمل هيك، توفيق. حكي مثل ما قلنا أنه هو وجه فيصل كتير، وفيصل على أيامه مارس السياسة وكانت له مواقفه السياسية من أيام المير مجيد، إنما كان عنده توجه عام لكل أولاده اللي هو التزام وتمسك بالوطن ككل. يعني مثلا كان يقول أنه الجيش ما عليه بديل، هو على فراش الموت قال أوصوا على صدري وما تأوصوا على الجيش اللبناني، أنه عطاهم لأولاده قيم، أورثهم قيم كتير كبيرة، وهيدي أهمية المير مجيد. ما حاول يحدد أدوار، لأنه كان تلقائي الوضع أنه مثل ما قلنا الكبير ما بده هالقصة، فيصل عم بيمارس، طلال صغير، ما عاز أنه يحدد أدوار. كيف توصفي، هو سؤال شوي محرج وصعب، كيف توصفي زوجك مير فيصل؟ شوف فيصل ما في داعي أنا كتير أحكي عنه جمل صورته أو مثلا أعطيه مواصفات مش موجودة. أول شيء وأهم شيء بفيصل أرسلان أنه شخصيته مثل الصفحة المقروءة، الكتاب المفتوح. يعني أول ما تتعاطى معه، أول ما تشوفه، أول ما تحكيه، رح تحس أنه إنسان جريء صادق، عنده من الطيبة ما بخليه يقترب من جميع القلوب وكل الناس، عنده من التصرف الطبيعي اللي بخليه فعلا يتقدر. فأنا ما فيني أقول إلا أنه شخصيته هاي نورت لي طريقي إلي وعطيتني دفعة حتى أشتغل وانطلق. قبل ما توقف مع العلين رح ننتقلها للصفحة السريعة، والصفحة السريعة برنامجنا هي صفحة بتضمن أسئلة سريعة، ورح نطلب منك تجاوبي عليها بكلمة أو بجملة واحدة. حاضرة؟ أهم حدث بحياتك؟ أهم حدث منيح بحياتي زواجي من فيصل. أجمل يوم بحياتك؟ يوم اللي تخرجت بنتي من الجامعة. أتعس يوم بحياتك؟ يوم اللي صار مع بنتي حادث صحي. أجمل هدية أو أحلى هدية لقيتيها؟ مكتوب كتاب صغير من بنتي الصغيرة بتقلي قديش بتحبني يوم عيد الأم. أجمل لوحة؟ الطبيعة. حكمك المفضلة؟ كلما ارتفع الإنسان تزايدت حوله الغيوم والمحن. كتابك المفضل وكتاب المرجع؟ انسايكلوبيديا. شعارك بالحياة؟ أمول خير بتلأخير. مثالك الأعلى؟ مثالي الأعلى الصدق والصراحة. هل في إنسان معين؟ نو القيم. حلمك الكبير؟ يرجع لبنان مثل ما كان بل أحسن. مواضيع أكثر، مواضيع أداء وأسئلة متنوعة بعد الصفحة الإعلانية، خليكم معنا. بعد هالبريك علينا نعود الى الاميره حياة ارسلان. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. المعروف انه هنالك خلاف اليوم بين المير فيصل والمير طلال، شو اهم اسباب الخلاف؟ يمكن مثل ما دائما بقول انا انه هو تباعد، منه خلاف بالمعنى الخلاف. فيصل اكيد بيعتبر انه بعده عنده القدره على انه يخدم هالخط يلي هو الخط الارسلاني، وطلال أكيد عم بيخدم بالوقت الحاضر، كل واحد من ناحيته عم بيعمل شغله قد ما لازم. بتصور أنه لو كان فيصل بالواجهة أكثر أو لو كان قادر هو اللي ينفذ الخط ما كان بيتركه بدون مؤسسي وبعده قايم على جهد شخصي. يعني الإشكال بينه وبين طلال اليوم أنه ضروري يصير في مؤسسة، كتير مهم انه ننظم هالخط الارسلاني هيدا تما يضل اسمه خط ارسلاني وينعتونا من وقت لوقت، ساعة بانه اقطاعية، ساعة انه عقلية قديمة، ساعة نرتكز الى الماضي. ضروري تحديث هذا الخط وتنظيمه بشكل انه يصير مردوده افضل على الطائفة كطائفة درزية وعلى الوطن كوطن لبنان. يعني نحن اليوم بحاجة إلى تنظيم كل شيء بالوطن، فكيف بالأحرى وقت اللي بتكون شريحة كتير كبيرة من الوطن وفاعلة وقادرة تخدم هالوطن هيدا. لذلك فيصل دايما برأيه أنه في تقصير من هالناحية هاي، وأنا بلاقي أنه فيصل كتير معه حق وضروري إيجاد مؤسسة تنظم خطنا. بوادر الخلاف هل بديت من زمان أو هي نتيجة الحرب؟ ما فينا نقول نتيجة حرب، لأنه بالحرب الاثنين كان موقفهم تقريبا مثل بعضهم. فينا نقول أنه نتيجة كل واحد كيف بينظر إلى استمرارية العائلة من ناحيته. فيصل ينظر إلى الاستمرارية مثل ما قلنا عبر مؤسسة ضروري أنه
تخلق هلأ قبل بكرة. وطلال وكأنه ينظر إنه إلى إنه بشخصه بيقدر يكون قائد هالفئة هيدي، وما بتصور إنه عملية هالقصة كتير. هل بكفي إنه يكون الأمير طلال بموقع المسؤولية السياسية اليوم تكون الحق عليه؟ فينا نقول أنا مش عم بري فيصل، الكل مسؤولين، إنما الفترة يلي كان فيصل فيها بالواجهة كانت فترة حرب وفترة خراب، ما كان ممكن بناء سياسي بوقتها. كلنا بنعرف انه كانت كل شيء اسمه بناء سياسي عند كل المجتمعات وعند كل الطوائف بلبنان وقت اللي كان فيصل بالواجهة كان كله يستند الى الحرب، يعني كانت في آلية عسكرية، وبيت أرسلان مش من النوع يلي بيقبل بالآلية العسكرية. يعني لو ابتدى فيصل لا سمح الله التنظيم السياسي بآلية عسكرية، ما بتصور انه كان بيقدر على المدى البعيد يضل عم بيستقطب الرأي العام اللبناني. قد يستقطب الرأي العام الدرزي، إنما لن يستقطب الرأي العام اللبناني، ونحن هيدا شيء تحشيناه كتير، لأنه بيصلب تفكيرنا وبيصلب خطنا السياسي، إنه نحن خطنا رأي عام لبنان. فيصل اليوم كونه الأخ الأكبر، ما بتعتقدي المفروض هو يستوعب خيو صغير؟ فعلاً إنه عادة هيك بيصير، إنه الأكبر هو اللي بيستوعب، إنما في شغلات عملية على الأرض ما بكفي استيعاب، او بالاحرى ما بيقدر يعالجها الاستيعاب. يعني كيف بدك تستوعب عمليه عدم تنظيم الخط الارسلاني؟ يعني في موانع خارجه عن اراده اثنين. طبعا شو هي الموانع؟ مثل ما قلنا انه ما في الول، ما في الاراده بالاتجاه نحو تحديث وتنظيم الخط الارسلاني. لا يمكن يقدر فيصل اكثر من النصح يعمل، وهذا الشيء نصح عده مرات فيه انه تعوا تنظم، تعوا تنعمل هيكلية حتى الحد الأدنى لما يصير في مناسبة بدنا نتصل ببعض يكون طريقة الاتصال حديثة كفاية أن تكون فعالة على الأرض. لليوم بعدنا وكأنه بنحكي بالتليفون كاسي، أنه ما بصير من تم لتم بتصير الاتصالات هيدي ما بقت بتجوز، يعني بعصر الكمبيوتر والإنترنت وما بعرف شو ما بقى منقدر، يعني ما حدا منا عنده ولا العذر ولا عنده السبب انه يخلي الامور مثل ما هي. مين المستفيد الاول من عدم اجراء مصالحه بين الخيام؟ هلا هي مثل ما قلنا انه في تعاطي دايم، بس انما مش بالخط السياسي اللي هو المفروض يكون بالخط السياسي، لذلك كلمه مصالح ما بعرف قديش بتركب بموضوعنا هيدا. كلمه التنسيق الغائب اكيد في منه اول المستفيدين هو الخط الاخر، وبعدين الخسرانين هن خطنا والوطن ككل. لاني انا بقول انه اي شيء بيصب بمصلحه مثلا الفئه معينه من طائفه معينه بده يصب بالاخر بمصلحه الوطن، يعني بالاخر هيدي حلقه مترابطه لا يمكن الفصل فيها. هل اميره خوله حاولت ازاله هالخلاف بين الخيين وتقريب وجهات النظر بين خلدي وعلي؟ لا ما بتصور فيني اقول حاولت بالخط الصحيح، لانه مفروض انه يكون طلع بايدها وانتهى الموضوع لهلا. لا يقال انه حضورك البارز كان من اهم العناصر يلي ادت الى سوء التفاهم، هذا شيء صح؟ ما بعتقد. لا هل حاولت تقربي وجهات النظر حضرتك؟ انا بحاول دائما ان يكون عنصر للتقارب، انما بدون التخلي عما اؤمن به وما اعتقده صحيحا. طيب ليش المير مجيد اهدى قصر خلدي او قصر الزعامه الى المير طلال واهدى قصر علي الى المير فيصل؟ بتعتقدي انه بهالشيء حسم الخلاف من البدايه؟ لا ابدا، عاده مفروض وين ما كان، يعني مين ما كان عم بالاخر مين ما ورد من الاولاد، مفهومه انه كل واحد بيتجوز بيطلع من البيت تيعمل بيت، وبيبقى البيت الأساسي للصغير، يعني ما كان فيها توزيع القصة، كانت طبيعية جدا. يعني فيصل ترك بيت بيو قبل ما يتوفي المير مجيد ب 17 سنة لأنه تجوز، الوضع الطبيعي. اقترحتي مؤسسة لتكون بديلة عن الأشخاص لقيادة المسيرة الرسلانية، هذا الاقتراح طرحتيه بسبب خلاف الشقيقين أم هو مبدأ بواكب متطلبات المرحلة؟ الأكيد مبدأ بواكب متطلبات المرحلة، يعني بالعالم الثالث مطرح ما الناس بتكون عم بتفكر بالتغيير بتجري عملية جراحية تجميلية عادة. هالتجميل يلي بيعملوه بالعالم الثالث هي اللجوء إلى مؤسسة معينة، يعني بدل الشخص يكون هناك مؤسسة، ولو أنه يبقى نفس الشخص على رأس المؤسسة
دون اتجاهات لتغييره، إنما أعطاء صفة التحديث على الأقل تستوعب الجيل الطالع. نحن بحاجة لاستيعاب الجيل الطالع، يعني نحن جماعتنا كلهم من 50 وبالطالع، اللي هن جو الأمير مجيد وأصدقاء ورفاق الأمير مجيد. نحن بحاجة إلى الجو، إلى الجيل الطالع، يعني استيعابه واستمالته. وبالشأن الشخصي ما فيك تستوعب هالشيء، بيتأمن إلا عبر مؤسسة أبدا. طيب هل هو تشبه بالعائلة الجملاتية اللي بيقود مسيرتها الحزب التقدم الاشتراكي؟ لا أبدا، مثل ما قلنا يمكن العائلة الجملاطية سبقت غيرها بإجراء هالعملية التجميل، إنما إذا منرجع منرد منجرد كل زعامة من الزعامتين من هال شو بدنا نقول من هالتجميل اللي انعمل لها، بيرجعوا كلهم بيكونوا نفس الشيء مثل بعضهم. طريقة القيادة بالسياسة هي ذاتها. هلأ قديم نقدر نقول في فعالية حزبية بالزعامة الجملاطية؟ تقوم الزعامة الجملاطية كلها سوا على شخصية وليد باك، انه هلأ هو عنصر مساعد، الحزب عنصر مساعد، انما تفعيله على الارض قديش عامل. نحن التشبه ما بنقدر نقول تشبه، فينا نقول نحن مواكبة عصر ومواكبة التحديث. يعني نحن على أبواب قرن 21، ما بقى بيجوز أنه شخص يقود، مؤسسات تقود مش أشخاص. على ذكرى بيت جملات، كيف العلاقة اليوم بين آل أرسلان وآل جملات؟ شوف، استمرارية آل أرسلان وآل جملات تعود إلى التنوع، التنوع المطلوب. أول شيء الطبيعة البشرية ما بتقبل باب واحد، دايما بده يكون في تنوع، وهيدا بيخدم الناس، بيخدم المجتمع، وبذات الوقت يستجيب لطلبات الطبيعة البشرية. هلأ ما في شيء بالحياة اسمه أحادية، لذلك هالعائلتين دايما موجودين، وهالعائلتين اللي بعزز استمراريتهم هي النظام السياسي اللي موجود عنا بلبنان. طالما ما في دولة بتوصل المواطن إلى حقوقه، وطالما المواطن بعده تيوصل لحقه لازم يلجأ إلى زعيمه وإلى الواسطة، ستستمر العائلتين. هيدا في توافق عند الدروز إنه فيها العائلتين بيقودوا، لأن نحن بنعرف إنه عند الدروز الكل زعمة إذا ما كان فيها العائلتين. لذلك هن حالين مشكلة القيادة بالطائفة الدرزية، وخصومتهم طبيعية، هي الخصومة السياسية الغير خطرة، والأحداث برهنت أنه هالخصومة ما بتوصل ولا مرة للتقاتل أو التذابح مثل ما صار عند الغير. فأنا ما بشوف خطر هالزعامتين. اليوم مين أقرب إلى وليد بيك جملات، المير طلال أو المير فيصل؟ قد يكونوا على نفس المستوى، لأنه وقت اللي كان فيصل بالواجهة كانت الخصومة ذاتها من قبل وليد. يعني هي مش قضية من الشخص، قضية انه في عائلة تانية منافسة. الأميرة خولة أرسلان هي جملاطية الولادة، شو هو موقعها السياسي اليوم بين عائلتين؟ بتصور انه ست خولة ألغت دورة السياسي، عطيته إياه لطلال ودعمته، ويمكن هيدا سبب عدم بروزها بالفترة الأخيرة. يمكن دورة السياسي لغيته ظاهريا، لكن من جوا هي بعدها يمكن مأثرة كتير، وهي اللي بتاخد القرار. هيك ما بعرف، لأنه أنا الحقيقة مش فايتة بالتفاصيل، وما مثل ما قلت لك سياسيا ما في تنسيق، إنما ما بعرف قديش في سياسة كبيرة عم تنلعب تنشوف مين اللي أخذ القرار فيها. يعني أنا هون كتير بنزعج من هالدور السياسي اللي هو فقط رد فعل، فما بعرف إذا في لزوم يكون في حدا أخذ قرار بهالاتجاه هيدا. لا شك أنه إرث الأرسلاني أكبر من أنه يكون فرد، قد ما الفرد كان مهم وقد ما قدر حافظ عليه. هالموضوع سبق وحكينا عنه، بس سؤالي هون، هل أنت قادرة على المبادرة بتأسيس لتأسيس اللي دعوتي إليه من حيث قيام مؤسسة ترعى شؤون العائلة الأرسلانية؟ بيقولوا رحم الله امرئ عرف حده ووقف عنده. أنا ما بعرفها. أنا بعرفها وبأمل فيها كتير، إنه بالآخر الرجال بالعائلة موجودين، فيصل موجود، طلال موجود، إن شاء الله بعد شوي بيكون ابن عادل كمان موجود.
أنا بقول إنه هيدا موضوع ضروري يتولى أحد رجال العائلة، أولاً لأنهم هن موجودين وقادرين الحمد لله كلهم عندهم الكفاءة، ثانياً في حدود كتير كبيرة تنحط على المرأة باندفاع السياسي إذا كان عندها الاندفاع هيدا. الحدود هي أكيد لا من الدولة ولا من القانون ولا من النظام، هي من التركيب الاجتماعية اللي نحن منعيشها. مهما عليت مهما كبرت مهما كانت عندها كفاءات بضل يقولوا يي بدنا نلحق نسوان، هذا موضوع كلنا بنعرفه عند بلبنان. بعد ما وصلنا للمستوى اللي بيقدر يسمح للمرأة تاخد قيادة، وخاصة لما بدها تكون مسألة تنظيم حزبي، لأنه بالتنظيم الحزبي بنعرف أنه في هرمية في تراتبية، وبالآخر بدك توصل للقاعدة الشعبية. صح. القاعدة الشعبية يلي بتتخيل دائما القائد هو البطل المغوار، هيدي بعد ما طلعنا منها نحن، فما بتصور بيقدروا يتصوروني أنا. يعني هل عندك الصلاحية اليوم لطرحك موضوع؟ صلاحية الطرح متوفرة، لأنه العائلة مثل ما قلنا أنه عندهم التفكير اللي كتير ديمقراطي، وعندهم الاحترام اللي كتير مهم للمرأة. إنما ما بدك تجاوب على الأرض شوي. بدك تجاوب على الأرض كمان إن شاء الله خير. أميرة حياة، محطتنا التالية هي مع الاختبار الشخصي. الاختبار رح تظهر نتيجته بآخر البرنامج، وبيخولنا أو بيساعدنا على رسم ملامح شخصية حياة أرسلان. هل أنت حاضرة؟ هل الاختبار مقسم إلى ثلاث أجزاء؟ الجزء الأول هو اختبار الانفعالية عندك، الجزء الثاني هو اختبار النشاط عندك، والجزء الأخير هو اختبار الثانوية عندك. رح نبتدي. تفضل. مثل ما سبق وقال، الاختبار الأول هو اختبار الانفعالية عند حياة أرسلان. سؤال أول، هل بتاخدي أمور تافهة على محمل الجد مع أنك بتعرفي أنه ما لها أهمية؟ هل بتضطربي لأسباب بسيطة أم فقط الأحداث الخطيرة بتجعلك مضطربة؟ طبعا اللي منا جدية باخدها كتير بالمزح، وبس وقت اللي في أمور كبيرة بلا بضطرب، بس بضطرب بشكل عملي. هل بتنفعلي بسهولة أم بتقبل الأمور مثل ما هي؟ نو، ما بنفعل بسهولة، بعطي الأمور وقتها. هل بيجرحك بالعمق انتقاد حاد أم ملاحظة ساخرة، أم بتتقبلي الملاحظة بلا ما تنجرحي؟ نو، بتقبله. هل بتضطربي بسهولة بسبب حدث غير مرتقب؟ هل بتنطفدي وقت بيناديكي حدا فجأة؟ هل بتصفري وبتحمري بسهولة أم يصعب اضطرابك؟ يصعب اضطرابي. هل بتتحمسي أنت وعم تحكي؟ هل أنت صوت العالي بالنقاش؟ هل بتحسي أنك بحاجة لاستعمال ألفاظ عنيفة وكلمات معبرة؟ أم بتتحدثي دون عجلة بطريقة لايقة وهادية؟ أول اثنين مزبوط، ثاني اثنين. هل بتتوتري قدام مهمة جديدة؟ أم بتتعاطي مع الوضع بهدوء؟ بتعاطى مع الوضع بهدوء. هل بتنتقلي من النشوة للإحباط، من الفرح للحزن والعكس بالعكس، بدون سبب وجيه أو حتى دون سبب ظاهر، أم أنت إنسانة متوازنة الطباع؟ مفروض تكون متوازنة، هيك بيقولوا. هل بتراودك الشكوك والحيرة بشأن أعمال دون أهمية، أم أنك ما بتعرفي حالة القلق إلا استثنائياً؟ استثنائياً. هل بيصادف أوقات أنك تكوني متأثرة كتير، فبيصير اللي بدك تقومي فيه مستحيل، مثل خوف بيمنعك من التحرك أو خجل بشيل لسانك، أم أنه هالشيء بيصير إلا نادراً؟ نادر. اختبار نشاط عند حياة أرسلان هو المرحلة الثانية من اختبارنا الليلي. هل بتشغلي نفسك بنشاط خلال أوقات فراغك؟ دراسة، نشاط اجتماعي، أعمال يدوية أو حرفية، أم تستفيدي من الراحة، أم تبقي فترة طويلة ما بتعملي شيء، تحلمي وبتسهي؟ هيدا ما في منه أبدا، شغل دايم. هل بتقومي بجهد كبير لتنتقلي من الفكرة للتنفيذ، أم بتنفذي فورا اللي قررتيه دون صعوبة؟ لا، في جهد، أكيد في جهد، الفكرة اللي بقررها. هل بتتراجعي بسهولة قدام المصاعب أو قدام مهمة متعبة، أم على العكس الصعوبات بتحمسك وبتدفعك لبذل مجهود أكبر؟ بتحمس وبمشي. هل بتقومي بيلي عليكي فورا، كتابة رسالة، تسوية قضية، أم بتميل للتأجيل والرفض؟ نو، التأجيل ممنوع. هل بتاخدي قرارات فورية حتى بالحالات الصعبة، أم بتميل للتأجيل؟ نو، قرار فوري. هل أنت كثيرة الحركة، بتفضي من الكرسي بتروحي وبتجي بالقصر دون أي عاطفة قوية، أم أنت عادة جامدة بغياب أي إحساس قوي؟ لا، بحرك دائما. إذا كان في تغيير مفيد بحياتك، هل بتترددي بالبدء فيه إذا عرفتي أنه بيتطلب منك مجهود كبير، أم بتتراجع قدام العمل اللي بدك تبلشي فيه وبتفضلي الاكتفاء بالوضع الحالي؟ نو، بالعكس، بقدم. إذا أعطيتي أوامر بتنفيذ عمل ما، هل أنت من النوع اللي ما بيهمه النتيجة، المهم إنك تخلصتي من العمل، أم بتراقبي التنفيذ وبتأكدي إنه كل شيء متمم جدا حسب الشروط والوقت المحدد؟ بلحقه لآخر لحظة.
الاختبار الاخير واختبار الثانويه، والثانويه هي صفه بتنطبق اللي ما عندهم ردات فعل فوريه على الظروف. هل بعمل حياه الاسلام بتفكر بالمستقبل البعيد مثل الادخار للشيخوخه، ام بتفكر بالعواقب البعيده لاعمالها، ام تهتم فقط بالنتائج الفوريه؟ لا، بفكر بالعواقب. هل بتتوقع كل شيء بيحصل بتحضري له، دراسه الخطط، تقدير الحوادث المرتقبه، ام بتكلي على حدسك؟ انه بحضر حالي. هل عندك مبادئ صارمة بتتأيدي فيها، أم بتفادي التأقلم مع الظروف بليونة؟ في مبادئ صارمة بس التأقلم وارد. هل أنت ثابتة بمخططاتك أي بتنهي يلي بلشتي فيه، أم تتركي المهمة قبل ما تخلصيها؟ دايما بنهي. هل أنت ثابتة بعلاقاتك، بتحافظي على صداقات الطفولة، بترددي على نفس الأشخاص والأصدقاء، أم بتبدلي أصحابك غالبا؟ نو، الأصدقاء ما بيتبدلوا، المعارف ممكن. بعد غضب شديد، هل انت سهله بالوفاق بترجعي مثل ما كنتي وبتنسي شو حصل معك، ام بتدلي سيئه المزاج، ام انت صعبه بالوفاق؟ حقدك بيستمر؟ بيستمر. هل عندك عادات بتمسكي فيها؟ هل بتحبي تردي الامور الى طبيعتها، ام انك بتنفري من كل ما هو اعتيادي ومرتقب، لان المفاجاه بالنسبه لك عنصر اساسي على الاستمتاع؟ نو، مبادئ ثابته. هل بتحبي الترتيب والتعادل والانتظام، ام انه الترتيب يبدو ممل لك؟ لا، بحب الترتيب. هل بتحضري مسبقا كيف بدك تمضي وقتك؟ هل بتحبي التخطيط واعطاء المواعيد وتنظيم البرامج، ام انك بتدخلي العمل دون نظام محدد مسبقا؟ كل شيء منظم قبل بوقت. وقتها بتعتمدي رايي، هل بتمسكي فيه بعناد، ام انه فكره جديده بتسحرك فبتبدلي رايك؟ عادة بتمسك بآرائي، بس مش صعب غير للأفضل. مثل ما قلنا نتيجة الاختبار بآخر البرنامج، هلأ صفحة مع العلين، نرجع من بعدها إلى السيدة حياة أرسلين ومرايا. خليكن معنا. حياة أرسلين، هل عندك طموحات سياسية؟ طموحي السياسي بالمعنى الشخصي؟ شخصي أكيد لا، أكيد لا. مثل ما قلنا، أنا مآمنة أنه بالعائلة الشباب موجودين وقادرين وقد الحملة، إنما طموحي كيف بدي يكون وطني من الناحية السياسية كتير كبير. الأكيد أنه كلنا بنشكي من الوضع السياسي القائم، يعني لبنان تقهقر إلى الوراء سنوات عديدة من الممارسات السياسية اللي عم بتصير على الأرض. طموحي كتير كبير أنه يجي الإنسان المناسب في المكان المناسب، والشخصية يلي بتمثل فعلا الشخص اللبناني والإنسان اللبناني بطموحه، بكبره، باستقلاليته، بانفتاحه على العالم. يعني كتير بتأسف وقت اللي بشوف كتار من الطقم السياسي مش هول يلي بيسوى يكونوا بهالمكان هيدا. من هالناحية طموحي كتير كبير وطلباتي كتير كبيرة، والأسف بيزيد وقت اللي بتلاقي إنه هالناس يلي منطمح لهم موجودين، بتتلاقى فيهم بسهرة، بتتلاقى فيهم بكتاباتهم، بتتلاقى فيهم بوسائل الإعلام، إنما ما بتتلاقى فيهم بالمكان يلي لازم يكونوا فيه، اللي هن المؤسسات الرسمية يلي فعلا بتخلي مقاليد بلدنا بإيدين هالناس يلي هن مناسبين ويلي منتمنى إنه هن ياخدوا الأمور بإيدهم. مين من السياسيين الجداد أو الشباب بتأملي فيهم الخير؟ ما نظلم حدا، ما رح نسمي حدا، ما رح نسمي. إنما يمكن مش عم تنعطى الفرصة، أو ظرف البلد ما عم بيخلي هالناس يمكن يكون عندهم إشياء كتير لا يعطوها، أو الظرف ما عم بيسمح لهم، أو هن ما عم بيدفشوا كتير باتجاه اللي لازم ياخدوا المبادرة بإيدهم ويفرجوا إنه عندهم إشياء جديدة بيقدروا يخدموا فيها وطنهم، أو يفرجوا شو عندهم بشخصيتهم، أو شو مخططاتهم، شو طموحهم. نحن ما زلنا نفتقد إلى الناس هولي. حضرتك تخصصتي بالتاريخ، هل التخصص بالتاريخ كان هروب من المسؤولية، أم على العكس تورط فيها أكثر وأكثر؟ هو كبداية أنا تخصصت علوم سياسية، وبعدين عملت تاريخ كمان. الاختصاصين بيكملوا بعضهم، بالعكس رد تشوف الصورة أوضح. أكيد وقت اللي بتدرس سياسة وبتشوف الممارسات على الأرض بتحب تشوف ليه، يعني أكيد أكيد مش دايما اللي موجود بالكتب مفروض يكون هو ذاته اللي عم بيتطبق على الأرض. أنا وقت اللي بتلاقي إنه في ثغرات كتير كبيرة وفي تباعد كتير كبير بين النظريات وبعض التطبيقات في الدول المتقدمة وما يحصل في وطنك، بتحب تشوف وتعرف ليه. لذلك شفنا التاريخ، سألنا شو القصة، لقينا أنه الجواب بالتاريخ، أنه بالآخر في تركيبة معينة، في تركيبة تاريخية، في شغلات مهما حاولت تجمل صورتها بالآخر هي موجودة بجذورنا، بتركيبتنا التاريخية.
وبالنوعية يلي مش عم بتحاول تسدل ستار على التاريخ وتبتدي صفحة جديدة بلبنان. من هون كان دراسة التاريخ؟ لما نحكي اليوم عن كتب تاريخ جديدة بلبنان، شو رأيك بهالموضوع؟ هو بالآخر ضروري نتفاهم نحن شو هو تاريخنا. إنه تتعمل كتاب جديد بالتاريخ مش معناتها إنه لازم تلغي صفحات معينة من تاريخك. بده يصير توضيح لكتير أمور مبهمة عنا بتاريخنا، أو في أمور في عليها تعتيم وفي أمور مضواية عليها شوية زيادة. إذا درسنا ورحنا للحقيقة بالجهتين بيسوى يطلع عنا تاريخ أغنى وأوسع. يعني مثلا بيقولوا لك في ثورات معينة بتنقول جبل عامل مش أخذ حقها، بينما مش أخذ حقها من الحكي عنا بالتاريخ أو من التحاليل أو من الاستنتاجات اللي لازم تطلع منها أو من العبر يلي لازم ناخدها من الثورة الفلانية. وبالناحية تانية بتلاقي أنه يمكن اللي عمله فخر الدين بالغنا بالحكي عنه أو بالغنا بالاستشهاد فيه والتمثل فيه. مش معناتها أنه لازم نلغي فخر الدين حتى نقدر نضوي على ثورة جبل عامل. نقدر نعطي ثورة جبل عامل حقها، بنقدر نعمل عليها دراسات مطولة وكبيرة وأكيد رح تفيدنا بكتير مجالات من حياتنا اليومية. بذات الوقت نخلي بهجة صورة فخر الدين. يعني ما في داعي نخسر رموزنا بمحل حتى نضوي على رموزنا بمحل تاني. تاريخنا غني كتير وبنقدر نستفيد من كل شخصياته ومن كل أحداثه وبطريقة علمية وكتير حلوة. لذلك أنا بقول إعادة دراسة تاريخنا مش مفروض تنأخذ على محمل الإساءة لفئة معينة، بالعكس خلينا شي مرة بحياتنا نكون موضوعيين ونعطي كل حق حقه. يعني كل إنسان نعطي حقه وكل حدث نعطي حقه. معليش، ما هو كل يوم بتقدر أنت ترتقي إلى مستوى أكبر وأهم إذا مزبوط كان اتجاهك علمي وموضوعي. الحرب الأهلية اللي عشناها إذا بدها تلخص بكتاب، بتعتقد إلى أي درجة من الموضوعية الكتاب اللي حين عمل؟ الأكيد أنه هلأ ما بتصور في موضوعية كتير. بعدنا كلنا ناس عم تتأسف على مجالات ما أثمرت. يعني كان في أحداث كان الواحد بيتوقع أنه تثمر وترجع البلد إلى ما كانت عليه، وناس عم بتقول أنه هيدي الحقبات ما كان لازم تمر بتاريخنا. أنه بعدنا ما وعينا من آثار من هالغبار الهائل ومن هالعتمة يلي مرقنا فيها لمدة 17 سنة. بعدنا نحنا ما قدرنا نقشع، يعني بعد ما في انقشاع حتى ينكتب كتاب موضوعي بالوقت الحاضر. فمهما انكتب هلأ ومهما تعددت الكتابات لابد من ملخص أو بالأحرى سينثيسيس، يعني هالعوامل كلها بدها تنطبخ مع بعضها ونشوف نتائجها. حسب النتيجة بعدين بدك تحكي عن الموضوع. هل يا ترى هالحرب الأهلية يلي صارت رح كلها تعزى إلى أسبابها الخارجية، أم رح نتعلم منها درس إنه بلبنان ما بنقدر إلا نتعايش مع بعضنا، وإنه حربنا كانت مزبوط لأنه في ناس شعرت إنه في غبن وفي عدم وصول إلى حقوق و و و و فتنشوف النتائج، تنشوف لوين رح نوصل، تنشوف قديش استفدنا من الحرب اللي مرقت، ساعتها بنقدر نكتب عنها كتاب. بس هلا صعبه. سيدي حياة أرسلين، بنتك ديالا اليوم عم تبرزيها بشكل لافت، لأي سبب؟ ديالا عندها حضورها. سبب بدايتها بالطريق يلي أنا مشيت فيه هو يوم اللي تعرضت لحادث أنا كبير ألزمني وقت طويل البقاء بالبيت وبالفراش وعدة عمليات وعدة فوتات على مستشفيات. ما كان في مجال إنه نترك الأمور الاجتماعية التانية بفراغ، لأنه كلنا منعرف أنه الحضور السياسي بلبنان هو حضور أغلبه اجتماعي. يعني مطلوب من السياسي أن يشارك بكل شيء اجتماعي موجود على الأرض. بذات الوقت لمست عند ديالا رغبة أنه بتحب، يعني مثلا بالبيت وقت اللي بيجي ناس تستقبل مثل ما أنا بستقبل، بتحاول تحل مشاكل مثل ما أنا ممكن أعمل. أنه هي شخصيتها سمحت بأنه هالبنت تبرز وعم تشتغل. يعني في أي اتجاه متربي ولادك؟ الأكيد باتجاه حمل مسؤولية واقعنا. الواقع صحيح واقعنا العائلي، إنما كمان واقعنا كوطن. نحن كتير مهم إنه نعرف واقعنا في كوطن ونمشي بالاتجاه اللي بيخدمه بيساعد
على التخلص من الشوائب يلي بتشوب الاكزيستنس تبعنا، يعني وجودنا نحن كلبنانيه. مهما قلنا نحن لليوم بعدنا عايشين بدائره تخبط، يعني نحن اليوم بعد ما وجدنا الفورمولا يلي بدنا نلتزم فيها نحن كلنا، انه اي نوع من الوطن بدنا، اي نوع من العيش المشترك بدنا، اي نوع من اتجاهاتنا المستقبليه نحن بدنا. فانا هالولاد كثير بحب احطهم بصوره الوضع ككل. بالاخر هن مواطنين بوطن بده يطلعوا بيحترموا وطنهم، ووطنهم بيعطيهم من الامان والاستقرار والاحترام لذاتهم ما فيه الكفايه، لذلك هي المسؤوليه متبادله. يعني كل فرد منا مسؤول تجاه وطنه والوطن مسؤول تجاهنا. هاي الصوره اللي دائما بحط اولادي فيها. هل عندهم توجه سياسي معين؟ اكيد، يعني الولد ابن بيئته، البيت سياسي، العائلة سياسية، وكل لبناني بطبيعته سياسي. ما في شعب مسيس بالعالم قد اللبناني، وولادي من هالشعب. هل أنت مع الإرث السياسي؟ لحدود، يعني الإرث السياسي ملتزم الشخص اللي بينشأ فيه، ملتزم فيه شاء أم أبا. يعني الناس بتحطك بالمسؤولية يوم اللي بتخلق بعائلة سياسية. هلأ القصة بيطلع الإنسان أدى ويفي بأغراض هذا الإرث السياسي، يكتب له الاستمرار. إذا ما طلع أدى قطعا سيسقط بدون جميلة حدا. فالإرث السياسي مش، أنا بقول أنه منه عامل مقرر في حياة العائلة السياسية أو الفرد السياسي. يا هو بيطلع أدو يا هو بده يسقط حكما. يعني أنت مع التقليد، أنت مع الإقطاعية؟ مش قضية إقطاعية. إذا الواحد عنده خلفية سياسية مش بالضرورة يكون إقطاعي. نحن قلنا أنه الدولة تلزم السياسي أن يصبح إقطاعيا، لأنه لليوم الدولة ما عطيت ولا مرة عبره أو عبر مؤسساتها حقوق المواطن دون أن يلجأ إلى سياسي. فقطعا عم تعمل السياسي إقطاعي. يعني كل الوجوه السياسية التي برزت مؤخرا ولا تستند إلى خلفية سياسية أصبحت وجوه إقطاعية، لأنه بتجيب الانترست، يعني مصالح الناس اللي بتمثلهم بتاخدهم عبر شخصها. يعني منشوف انه هالناس يلي عم بتقول انه هن ضد الاقطاعية ويلي هن ضد الطائفية ويلي هن يتطلعون الى لبنان علماني، منشوف انه بعدهم بينزل بيتصلوا كرمال موظف يفوت على الدولة، كرمال موظف مرتشي انه يتبيض سجله، كرمال واحد خالف بالبنى بينزل بطوله وبعرضه مهما كان مركزه السياسي بلبنان. وهيدي ثغره كثير كبيره بشخصيتنا السياسيه كلبنانيين. فنرجع لقصه انه يصبح اقطاعي رغما عنه السياسي. يعني الاقطاع ما بقى الاقطاع هو الرجل المسيطر المجحف بحق الناس يلي عم تشتغل عنده، لا بالعكس. اليوم كان الاقطاع يستعبد الناس، هلا الناس تستعبد الرجل السياسي وتجعله اقطاعيا. يعني رغم استلزام، احنا مش اقطاعيا عم نحكي، عن استلزام انه يعني بالاخر بيصبوا بنفس الاتجاه، الاتجاه اللي بيقول انه بعدنا دوله دون مستوى الدول المتقدمه اللي المواطن فيها لا يحتاج الى الواسطه. وقت اللي بنوصل لهالمستوى هيدا بتصور انه منصير النظام السياسي المطلوب والمقبول بالعصر الحديث. يعني مثلا انا تأمضي معامله بتخصني، انا بقدر على مطلق وزاره ببعت انه هالمعامله بتخصني وهيدي المعامله قانونيه، بيقدر اللي اخذها يمضيها هو واقف. غيري بده يتكلف كثير من الوقت، بده يتكلف حتى ماديا، وراح يعاني حتى يوصل لحقه. بينما تنقول انا مثلا بشتغل مع شركه انجليزيه او شركه فرنسويه، كل التعامل يتم بالبريد، ما حدا بيتكلف انه يقوم ينزل شخصيا على الوزاره من شان يحاكي فلان ويسير فلان ويترجى فلان من الناس ويطلب من زعيمه يتصل بالوزاره او بالوزير الفلاني. كله يتم عبر البريد، وبترجع المعامله عبر البريد، كل واحد اخذ حقه دون تدخل اي انسان ثاني. نحن وين؟ يعني قدين احنا بعاد عن هالمستوى هيدا؟ من وين بتطلب دولة حديثة ودولة مؤسسات وقت اللي ما عندك هالحد الأدنى من حقوقك تقدر تحصل عليها؟ بمين من ولادك بتشوفي مميزات بترضي طموحاتك؟ ولادي الحقيقة
أكيد كل أم بتشوف أولادها عظيمين كتير، وأنا مثل كل الأمات بشوف أنه أولادي كمان عظيمين، بس كل واحد بيتميز بميزة. يعني ديالا شخصيتها كتير حلوة، كتير مساعدة، كتير اجتماعية. الصغيرة أصغر وحدة كتير مهضومة، كتير ذكية، كتير قريبة. بينما الاثنين يلي بتحس أنه استعدادات خوض معارك بالحياة عادل وغنى، يعني عادل استعداداته كتير مهمة وعنده جرأة اسم الله مهمة كتير، ما بيسوى كتير نحكي عنه، يعني مش مفروض نطلع عم نعمل دعاية. والبنت الأصغر يلي عمرها كمان 16 استعداداتها كتير كبيرة لخوض غمار الحياة، يعني ما بتلبس كفوف أبداً 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 بالحياة تقدر. علاقتك مع السياسيين وزوجاتهم هي علاقات صداقة مودة، شو أهمية العلاقات بنظرك؟ مثل ما قلنا أنه بلبنان العلاقات الإنسانية هي اللي بتحكم، يعني بتشوف هالحياة الاجتماعية الصاخبة اللي بتاخد كتير من وقتنا هي بذات الوقت بزنس، يعني بيكون الإنسان عم بيعمل علاقات ليسير أموره وأمور الناس يلي بتهمه ويلي بتخصه. يعني كتير مهم الاتصال الشخصي بين الناس هون، لأن مثل ما قلنا أنه بالآخر عم تتعامل مع أشخاص وعم تتعامل مع نظام سياسي يؤمن بالشخص ولا يؤمن على نفس المستوى بالقانون. يعني لو كنا نؤمن بالقانون أكثر ما نؤمن بالشخص ما كنت في داعي لهالاتصالات واللقاءات الدائمة، اللي كمان بذات الوقت it's amusement. ما هو الإنسان بيعوز بذات الوقت أنه كمان بده يتسلى، كمان بده يشوف ناس، كمان بده يستفيد من علاقاته بالعالم. في كتير ناس بتقعد معه وبتحس أنه فعلا عبت لك عقلك، غير انه عبتك عاطفيا ومن ناحيه الصداقه، بتعبي العقل بتعبي الراس، بتنبسط انك تقعد معه وتشوفها. وفي ناس بتعملها من اجل الواجب، بس بكل الحالات هاي شغلات مفيده. المعروف ان الارستانيين خلال الحرب بتراجع نفوذهم، بينما كبر نفوذ الزنبلاطيين، اما بالسلم فالنفوذ الارستاني عم يرجع بالرغم من الخلافات داخل العائله. ليش بتعتقدي هالشي حصل، او شو السبب برايك؟ طبيعة المرحلة اللي مرقنا فيها تفرض هالشي هيدا. يعني مرحلة الحرب كانت بحاجة إلى سلاح، هالسلاح هيدا حملوه الجنبلاطية ما حملوه الأرسلانية، لذلك صبت كل المعادلات عندهم. الأرسلانية كانوا دعاة سلام في أيام الحرب، يعني بعز المعارك اللي كانت عم بتصير كانوا الأرسلانية عم بيخلوا حالهم، بالإضافة إلى بعض العائلات الأخرى من طوائف أخرى، كانوا عم بيخلوا حالهم هن جسر العبور اللي ما انقطع ولا نهار بين الطوائف وبين المناطق. يوما ما كانت الحاجة إلهم كبيرة قد ما كانت الحاجة إلى الآخرين اللي كانوا هن حاملين السلاح، لذلك كان النفوذ أكبر، كانت المبادرات كلها تصب عند الفريق الآخر، كان الحاجة إلى الفريق الآخر إنه إذا فلان عم بيقاتل مش رح تحكي معي إلي تهوي وقف القتال، يعني كان معه بدك تحكي حتى يوقف القتال. وكانت بعدين ما بدنا ننسى شغلة انه الحرب هاي خلافا لكل الحروب عطيت الحصص من هالقلب الجاتول كانوا عم بيختلفوا عليه، بالاخر تقسموا حصص. نحن لن يعود لبنان وطن الا اذا خلصت عقلية تقاسم الحصص وخلصت عقلية المزارع. يعني بتمنى يعود السلم، مش ليعود نفوذنا. نفوذنا موجود لأنه في إلنا ناس موجودة بتؤمن بخطنا، بتشاركنا بكل اتجاهاتنا. بس أنا طموحي كتير أكبر من عودة نفوذ بيت أرسلان على الأرض. أنا طموحي أنه يعود نفوذ الوطن مش الأشخاص. شكيب أرسلان وعادل أرسلان رائدا القومية العربية ومثال الأخوة الأرسلانية، أعتقد كان أجدر بالأميرين فيصل وطلال التشبه بالأميرين شكيب وعادل، وهل بيجوز أنه تنتهي عائلة عمر زعمتها 1000 سنة إذا الخلاف اللي بيأدي آخر شيء النهاية؟ الحقيقة الأميرين شكيب وعادل أرسلان هن مفخرة مش لبيت أرسلان بس، هن مفخرة للعرب. مثل ما قلنا كانوا رواد القومية العربية بالوقت اللي كانت القومية العربية مغامرة غير مضمونة النتائج. يعني بلشوا القومية العربية وقت اللي ما كان حدا بيفكر بالقومية العربية، ومع ذلك راحوا فيها لبعيد النف، وكيف بدي أقول لك أنه مرات كتير ما يقدروا ينتقلوا من مكان إلى آخر، كان دايما معرضين للسجن، كانوا دايما معرضين للإعدام.
ومع ذلك كفوا لأنه قناعاتهم بهالمجال كانت كتير كبيرة. اليوم الظرف يختلف، أنه لا يمكن يكون النضال الأرسلاني هلأ تماما مثل ما كان النضال الأرسلاني بعد الحرب العالمية الأولى والفترة اللي كانت عم نحكي عنها هلأ، اللي هي أكثر شيء كانت معززة على بعد الحرب العالمية الأولى، وقت اللي كان في اتجاهات نحو عالم عربي موحد قومي يجمع كل الدول العربية، يوم اللي كان بعده ما في حدود بين الدول العربية، كانوا هن بهالاتجاه هيدا عم بيحاولوا يوطوا هالقصص هاي، وخاصة عبر الملك فيصل اللي بوقتها كان بعده منه الملك فيصل وقت اللي اجا على الشام، وكان مفروض انه يحكم الأمة العربية كلها سوا، وبعدين اجوا الفرنسوية وكلنا بنعرف شو القصة. اليوم الجو مختلف، مع العلم انه الاحداث يلي هلا عم بتعانيها المنطقة، ولو انه التوجهات الى السلم، انما في معاناة كتير كبيرة بالتوجه نحو السلم. اذا ما عرفنا ناخذ حصتنا من السلم بيجي على حسابنا. انا مش عم بحكي على لبنان لحاله، عم بحكي على العرب كعرب. يعني نحن كعرب عم نواجه دولة منظمة، دولة بتعمل دراسات، دولة عارفة حالها شو بدها، بينما نحن بعدنا مش قادرين نجمع على كيفية استقبال السلم. كتير مهم، كتير مهم انه نخوض دورنا، بس كل واحد بمكانه. إذا كل واحد رح يفشخ على التاني، يعني ما بعود كل واحد يعرف حاله شو عم بيشتغل. اليوم الأرسلانية دور التوحيدي كتير 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 مهم بطائفتهم، دور التوحيدي مهم بلبنان وهيدا شي اشتغلوه كل حياتهم، دور على المستوى العربي بيسوى انه يوكل الى لبنان كلبنان. يعني مع الحدود المرسومة ومع الدول العربية اللي كل وحدة تتمتع باستقلالها، لا يمكن يعود الشغل على شخص، ما معقول. يعني المردود يكون لدول والعمل يكون مسؤولية دول، لأنه صرنا دول. يوما وقت المير عادل والمير شكيب كنا بعدنا ما في حدود وما في دول. الكلام معك حلو ومش حلو أنه ينتهي، بس الحلقة قربت على النهاية. اختبارنا انتهى والنتيجة طلعت، جابونا إياها هلا. حياة الأسلان، أنت سيدة بتنتمي إلى فئة المشغوفين، أنت مشغوفة باسيوني. والمشغوفون هني أشخاص طموحون بيحققوا طموحاتهم أقصى درجات التوتر بجميع نواحي الشخصية، نشاط يركز على هدف واحد، مهيمنون ومؤهلون بطبيعتهم إلى القيادة، يحسنون السيطرة على عنفهم واستعماله، خدمون جديرون بالاحترام ويحبون المجتمع، وغالبا ما يكونون محدثين لبقين، وهذه الحال معك. يأخذون على محمل الجد العائلة والوطن والدين، رأيهم في العظمة عميق، ويعرفون كيف يسكتون حاجاتهم العضوية فيبلغون أحيانا درجة التقشف. الصفة المهيمنة إنجاز عمل. شو رأيك؟ هلأ رأيي أنا بنبسط كتير كون هيك، بس بدك تقول رأي المشاهدين إن شاء الله ما يقولوا طلع الاختبار صح ولا غلط. ما تنعكس سلبيا علينا بعدين. مظبوط. حياة رسلين، أنا بشكر حضورك معنا. بنهاية اللقاء رح أطلب منك توجه رسالة إلى الرسلينيين، إلى الدروز، وإلى اللبنانيين عامة. يعني الرسالة قد تكون واحدة، إنما بترمز تعبير مختلفة. طبعا إلى الأرسلانيين بتمنى أنه يتابعوا دور التوفيقي في لبنان، وبتمنى أنه يكون حضور أفعل، ومثل ما قلت أنه بتمنى أنه يكون في مؤسسة تخص الأرسلانيين وتحافظ على استمراريتهم. الدروز بحب أنه وقت اللي بيكون في مين عم بيفاخر بانتماء الدروز له أكثر من غيره، بحاول يحكي بتملك بالطائفة الدرزية، يسألوه شو قدم له حتى ياخذ منه طلباته. يعني بحب انه يصيروا الدروز يحاسبوا ويعطوا كل انسان قد ما اعطاهم. كذلك بالنسبة للوطن، بحب انه اللبناني يقيم من منطلق موضوعي مش من منطلق عاطفي، لانه اللبناني قادر انه يحكم على الاشخاص ويحكم على الامور بصدق وجرأة، وبحب هالشي هيدا يكون فعل يومي عند اللبناني. إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلا فيك وشكرا كتير، ممنونتك على هالحلقة الحلوة. أهلا وسهلا.